السلام عليكم، معاكم مصطفى من قناه مستر بومتك. كل سنه طيبين، بكره عيد الفطر مبارك ان شاء الله، بس انا سعيد عليكم. ايوه انا بعد كده ان شاء الله هظهر بوشي، بس مش في كل الفيديوهات، يعني ده اول تحديث للقناه ان انا هظهر بوشي، لكن ان شاء الله مش في كل الفيديوهات، في بعض الفيديوهات اللي انا احب ان انا اتكلم فيها او ان انا عايز اقول رايي في حاجه معينه في فيديو معين او في حاجه معين حدث معين، لان القناه بتاعتي مش قناه متعلقه بربح الانترنت فقط او قناه متعلقه ببعض المجالات فقط، هي بس القناه تبقى لكل حاجه ان شاء الله، مش لكل حاجه في المجال التقني. يعني ده اول تحديث في القناه. تاني حاجه وده الاهم طبعا، ان انا هعمل سلسله فيديوهات عن اللي انا عملته ده، عن الاضاءه اللي هنا واللي هنا اللي انتوا دلوقتي هيظهر لكم صورتهم، عن المايك، وكنت عملت ريفيو هتلاقيه هنا فوق في الاي، مثلا عن الحامل اللي انا بستخدمه دلوقتي، عن الموبايل اللي انا بصور بيه نوع ايه الموبايل ده اصلا. فيعني المشكله الوحيده في الاوضه دي ان ما فيهاش مراوحه، فالدنيا تلاقيها حر شويه، في عرق، في بعض الحاجات كده. فالسلسلة ان شاء الله تعجبكم باذن الله، تبقى كويسه جدا. اهم حاجه فيها اصلا موضوع الاضاءه، لان الاضاءه دي انا تعبت فيها جدا، بس كانت ان شاء الله تبقى سهل عليكم. والمايك ده برده كنت عملت له ريفيو قبل كده، ومش ما اعتقدش يعني ده حاجه صعبه انك تشتري المايك ده، لكن للاسف سعره زاد جدا جدا. كنت شاري 115، اما جه هنا كان ب 150، لكن دلوقتي بقى 275 من غير حتى الشحن، فلوس الشحن يعني. فاعتقد انه هيبقى غالي جدا عن ما كنت شاري في الاول. ان شاء الله استمتعوا معانا في الحلقات الجايه باذن الله، وكل ده واكتر هتلاقوه على قناه مستر بومتك باذن الله في الحلقات الجايه. انا مصطفى، اشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. السلام عليكم.